كيف ممكن يعني نخرج من هذه الطاقة السلبية اللي حصلنا عليها؟ أيضا ألم الفقدان، يعني خسرنا الكثير من ضحايا الوباء، كيف نتعامل مع هذا الألم، كيف نتجاوز حتى مخططاتنا التي لم نستطع أن نكملها في هذا العام؟ نبحث في تفاصيل هذا الموضوع ونحاول الإجابة على هذا السؤال الرئيسي مع ضيفنا دكتور محمد بشارات، المختص بالتنمية البشرية، الذي ينضم إلينا مباشرة من نابلس عبر سكايب. صباح الخير لك دكتور. يسعد صباحك ألا أنت وسلام، ويعطيكم ألف عافية، ويسعد لها الصباح الجميل. دكتور يسعد صباحك. الذي فقد عمله، الذي فقد حبيب، الذي لم يحقق شيئا في هذا العام، كيف بدنا نقنعه ونحكي له أنه لازم نتجاوز كل هاي السلبيات؟ كيف نعزز الأمل أو ما تبقى من هذا الأمل مع أيام قليلة من نهاية العام الجاري؟ الحمد لله صحته معاه وكويس وما انصابش بالسرطان وما فقدش كليته وبيمشي على إجريه وكويس وعائلته حواليه، ولو فقدنا الأحباب من هنا وهناك فهذه سنة الحياة. بصراحة أنا بعرف اليوم الناس كم حجم التشاؤم الكبير جدا لديهم، خصوصا في ظل جائحة كورونا، لكن حقيقي صحيح لقد كان عاما مليئا بالتحديات وليس بالسلبيات، مليئا بالنظرة للمستقبل وترتيب أوراقنا وأمورنا بشكل أفضل. كان عاما مليئا للنظرة للواقع وللحياة، وكان عاما يحتاج منا أن ننظر بطريقة أفضل لتواصلنا وتفاعلنا مع الآخرين. أنا بشوف الموضوع تماما مختلف، وصدقا هو العام المليء بكل شيء ممكن أنت تطلع عليه بالحياة بس بطريقة مختلفة شوي. الألم الذي شفناه، أنا بحكي كشعب فلسطيني، ولدنا تحديات كبيرة جدا، لكن لا بد أن نتجاوز تلك السلبيات أولا بقرار مختلف، وهو تغيير طريقة تفكيرنا اللي دائما بتكون تفكير سلبي وانطوائي وبعد عن التفاؤل. نعم دكتور، يعني فيما يتعلق بحكينا خسارة لكثير من الناس أعمالهم، خسارة لضحايا كوفيد-19، كيف يمكن أن نتجاوز بآليات بخطوات دكتور ألم الفقدان، ألم الحزن العميق في السنوات يعني العام القادم، وأيضا لحتى نقدر نكمل الحياة؟ إذا تحدث على جانب الفقد آلاء، لازم أتحدث أنه في النهاية هذا الفقد سنة الحياة، لكن كيف أتجاوز؟ بالسعادة وبالتفاؤل وبالعمل الإيجابي، ودائما دائما بترك الأثر لهذا الذي تجاوز. يعني عفوا، أنا من الناس الذين فقد والدي، يعني تعرف شو معناه الأب، هو أعظم إنسان بتعتبره بحياتك، لكن أنا بشوف الموضوع اليوم علي واجب أني أكون أنا أحسن إنسان حتى يرتدي الأجر له. فهذا اللي أنا بشوفه اليوم، دائما إحنا بنتطلع بالشكل الإيجابي، بكائنا والوقوف على الأطلال ولطم الخدين لن ينفع الفقيد شيء، ولكن ينفعه العمل والإنجاز والأعمال الطيبة والأعمال الصالحة، وهي هاي التي تعود له واللي بيكون جد فخور فيها في نظرته لإلنا. هذا على مستوى الفقد. على مستوى الوظيفة آلاء، الأمر تماما مختلف. فيش وظيفة بدون الإنسان، أنا بحكيها بكل أمانة، لكن خلينا نسأل حالنا السؤال التالي: كيف بدي أفكر أكون شخص منجز؟ ولا أنا بدي أضلني دائما أطلع على الوظيفة وأستنى فقط على طوابير الانتظار؟ لا، أنا اليوم بدي أفكر على مهاراتي وقدراتي، كم طورت من نفسي؟ هل أنا بخلال هذه السنة فقط وقفت فقط متحسرا حزينا، ولا رحت على التدريب الإلكتروني وشاركت في مؤتمرات وشاركت في تدريبات وطورت من حالي وطورت من لغتي، طورت من مهاراتي وقدراتي؟ ما في ناس يقف دائما على يعني بصدقيني بوقفوا دائما في منطقة الحزن والبكاء والتباكي والشكوى دون التحرك بإيجابية. إحنا السؤال إلي ولكل واحد فينا: ماذا أضفت لنفسك في عام 2020؟ شو ضفت لحالك؟ هاي الإضافة اللي لازم تسأل حالك فيها السؤال. جد إذا ما ضفتش لحالك شيء، جد أنت خسران، وهذا العمر اللي راح منك خسارته كتير كبيرة، لازم تتجاوزها إنك تفكر بشكل أفضل في 21. طيب دكتور، النظرة الواقعية تقول اللي إيده في النار مش زي اللي إيده بالمي، هيك ممكن أي شاب أو صبية عم بيشوفونا يحكوا، اللي خسر وظيفته، اللي عم بيستنى الحصول على الوظيفة، إيش ممكن نحكي لهم ونكون أيضا نعطيهم شيء منطقي وواقعي على الأرض، رغم أنه كل اللي حكيته منطقي وواقعي، لكن كمان مرة اللي إيده بالنار مش زي اللي إيده بالمي، هيك بيحكوا؟ تمام، إحنا كل إيدينا بالنار لكن مرات كيف تخرج إيدك بطريقة أفضل وأمثل. أنا بدأ رسالتي اليوم للشباب:
رسالة للشباب بدي أقول لكم معلومة كثير مهمة وهي لها علاقة بصحتنا النفسية. الأشخاص اللي دائما بفكروا بالشكل السلبي سيحصلوا على نتائج سلبية، هذا قانون. إذا أنت بتفكر بإيش طريقة إيجابية ستحصل على نتائج إيجابية. طب بس التفكير يا دكتور؟ لا طبعا مش بس التفكير، التفكير لوحده لا يكفي، التفكير والعمل. طب إيش أسوي يا عمي؟ شو قولوا لي شو نعمل؟ بسيطة جدا، بنعطيك خطوات. رقم واحد، اطلع على نقاط ضعفك، اطلع على المشاكل اللي صارت معك، شوف الأشياء والآلام النفسية التي أضيفت لك، شفتها، عرفتها، شفت نفسك، هذا احنا بنسميه الوعي. بعد ما توعى انتقل للمرحلة الثانية، المرحلة الثانية هي دور على الأشخاص المحيطين اللي ممكن يساعدوك، دور على الأدوات اللي ممكن تساعدك. واليوم صدقني يا أخوي سلام، ما يقدم اليوم في عالم الإنترنت من تدريب، من دورات، نعم، من مواد، من استشارات، هو مجانا لشبابنا اليوم. ومش بس هيك، اليوم تطور العالم للتجارة الإلكترونية والأفكار إيجابية جديدة، لكن وين مشكلتنا؟ ما بدنا نوصل زي رئيس شركة، أحد الشركات الكبرى زي نوكيا، قال نعتذر لم نتطور واندثرت الشركة. اليوم بدنا نفكر حالنا كيف نطور من انفسنا. اذا كان على مستوى شركات او افراد او اشخاص، اذا ما فكرت تطور حالك جد ستندثر ولن يذكرك التاريخ، مش راح يذكرك حدا على فكره. واذا فكر حدا من الشباب، وهي رساله للشباب، في حدا راح يمسك في ايدك؟ لا حبيبي، فيش حدا راح يمسك في ايدك. انت بدك تحفر الصخر، لكن كم عندك القدره والصمود والصبر والتحدي والتاني؟ اذا انت بدك تصنع قصه نجاح لإلك، هذه هي رساله لإلك، انه الان فرصتك تصنع تلك القصة وتكون جد في، يعني في مكان الأضواء. أما إذا بدك تقف على كما قلت على أطلال الحزن، ما مليان، يعني أحكي لك شغل سلام، في كتاب اسمه ألف عذر وعذر لكافة المناسبات. إذا بده الواحد أعذار، مليان أعذار، لكن إذا بدك التفاؤل الإيجابي بدك تشرح حالك، بدك أنت تفكر بطريقة مختلفة علشان تفهم الشغلة والحياة. كلمة مهمة جدا أديسون قال، الفشل الحقيقي هو التوقف عن المحاولة. صحيح صحيح. دكتور محمد، يعني فيما يتعلق ب، احنا بنحكي عن بدايه جديده، بنحكي عن ايام قليله تفصلنا عن عام جديد، وهو فرصه لتفاؤل ولامل جديد، لكن هناك خوف، هناك خوف من المجهول، هناك خوف حتى من التفاؤل بالعام القادم. في كثير من الناس اللي ما بدهم يحطوا مخططات، يعني لحتى خوفا من انه 2021 تكون مثل العام 2020. شو ممكن نحكي لهم لحتى يتجاوزوا هذا الخوف حتى من الامل او من التفاؤل؟ طيب بدي اقول لهم سر، راح توقف على طابور اطباء النفس، فبلاش تودي تدفع كشفيات، خليك ايجابي. بدي اقول له غير، انا مش عارف الناس كيف بيفكروا بصراحه. في اغلب الناس بتلاقيهم دائما يعني اذا حزنانين، طب ماشي يا سيدي، ضلك حزين، زيد حزن وزيد نكد ونكد على حالك، يلا منيح. اذا بدك تضلك بهي الطريقه راح تخسر. انا بحكيها بكل امان اليوم واقعيه، زي ما طلبتوا مني اكون واقعي، بس ببساطه لازم انت تكون طريقه تفكيرك شوي مختلفه، لازم تفكر بالتفاؤل وبالحياه. بدي اسال سؤال، احنا الشعب الفلسطيني كم تحديات مر علينا؟ طب ما هو تحدي الاحتلال وفيروس الاحتلال ألعن بمئات المليون والمرات من هذا الفيروس الذي سيندثر وسيمر وستكون أزمة وستكون قصة وحكاية نرويها لأبنائنا. إذا كان أن ربنا كتبنا الحياة الحمد لله والسعادة، ولو فقدت أعز الناس لي، ولو مرينا بآلام، ولو فقدنا الوظائف، الحياة لن تتوقف، وهي قضية جدا مهمة، الحياة لن تتوقف. أنا دائما بفكر بطريقة دائما متفائلة وإيجابية، الحياة لن تتوقف، الحياة مستمرة، لكن أنت كمان ما توقف. وهي هي رسالتنا، إن اليوم أنا بدي أستقبل 21 بتفاؤل، أستقبل 21 بتوكل، أستقبل 21 بتخطيط. رغم ذلك أنا دائما يأتيك الأمر من حيث لا تحتسب، وأنا كمان لازم أكون فاهم إنه ممكن تجيني أشياء أنا مش محتسبها. الشركات كلها التي تضع أيضا خطط استراتيجية وتضع تخطيط، جاءت الكورونا بطريقة لم تكن مخططة لها، وهذا طبيعي. هذه الأزمات بتمر من فترة إلى أخرى، مرات حروب ومرات جوائح، وجائحة كورونا على فكرة ليست الجائحة الأولى بتمر على الكرة الأرضية، لكن ممكن حجمها وطريقتها مختلفة شوي لأنه كلياتنا اليوم دخلنا فيها. لكن أنا بقول قديش أنا ممكن أبدأ بطريقة إيجابية، واليوم أفكر بطريقة إيجابية ستعود على صحتي النفسية، لأنه ده طيب انقطعت صحتك النفسية هي أهم شيء يعود لك. إذا أنت كانت صحتك النفسية كويسة، كان إيجابي، كنت بتفكر بشكل إيجابي، كان طريقة تفكيرك إيجابية، وكان المحيط كثير مهم، آلاء المحيط، أصدقائك، صحيح، الناس اللي حواليك. هلأ إذا كان كلهم كركبين وحالتك حالة، غير هذا المحيط لأنه نفسيتك بتتغير. غير هذا الأشخاص اللي حواليك، مرات جد الصاحب ساحب، والمحيط اللي بيكون حواليك إذا كان سلبي جد بتلاقي حالك سلبي. حتى في العمل مرات أنت بتدخل عمل بتلاقي في ناس جد بعطوك تفاؤل، صباح الخير وابتسامة وإشي حلو، وبتلاقيه دائما متفاعلين. وفي ناس بتلاقيه بنكد حاله وصحته كويسة،
ما سالني سلام اول سؤال شو نعمل؟ ما انت الحمد لله اليوم فيش فيك سرطان واحمد ربك، ما انت الحمد لله فيش في عندك فشل كلوي والحمد لله انت اليوم ما عندكش امراض، ما انت قول الحمد لله. ثقافه الحمد والشكر هي لازم تكون جزء من سلوكنا اليومي علشان نقدر نستقبل الحياه ونستقبل السنه الجديده. نعم، شكرا دكتور محمد بشراط المختص في التنميه البشريه، وان شاء الله ما تبقى من هالعام والعام القادم يكون مليء بكل انجازاتنا وبعيد عن السلبيات. شكرا على كل هاي المعلومات ووجودك معنا، شكرا دكتور. كل عام وانت بخير. إلى اللقاء. إذا يعني مثل ما حكينا سلام، خلص بدنا نتفائل في العام القادم. على رأي الدكتور.